السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره؟ مع الصحه؟ هانيين؟ اموركم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده. صحه الصحه البنات، يلقاكم في صحه جيده ويكون خاطركم ان شاء الله زوين. ان شاء الله باذن الله تكونوا فرحانين ان شاء الله باذن الله. البنات كنشكركم بزاف 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 كاع البنات اللي ساهموا في يعني ساهموا باش تشهر القناه ديالي، وكنشكر على التعليقات اللي خليتو ليا في القناه، وكنشكركم بزاف البنات. كنشكركم لان الفيديو كيطلع على فيديو ان شاء الله، يعني فيديو كيزيد على قدام على فيديو الاخر. كنشكركم بزاف، وتنتمنى هذا الفيديو حتى هو يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله حتى هو ما تنساوناش فيه في الجيمات ديالكم، وما تنساوناش فيه تبارطاجوه مع صحاباتكم مع لا فامي ديالكم، باش هكا باش كتشهر القناه ديالي. ونتمنى الموديلات اللي غادي نوريكم اليوم جليبات ان شاء الله يعجبوكم البنات. اليوم البنات عندي شي جليبات ديال البيع ان شاء الله، نتمنى يعجبوكم البنات. كنقول لكم بان ان شاء الله راني خدامه في كشمير، خدامه في فودان، ان شاء الله يكون شي حاجه زوينه. وان شاء الله راني غنخدم البنات اللي كيسولوني على جلالب قصار، راني غنخدمهم ان شاء الله جليبات قصار ديال الموسم اللي جاي ان شاء الله ديال البرد. غنحاول نشوف شي لوينات زوينه، نحاول ناخذ شي حاجه في يعني كاغوات يعني مزوق ان شاء الله، غيكونوا جليبات ان شاء الله مزيانين. غتابعوا القناه ان شاء الله بشويه بشويه غادي نلوحوا باذن الله. البنات على بركه الله غادي نوريكم. شوف هاد الجليبه البنات شحال زوينه، عجبتني هذه في الكريب البنات. ماشي حمر حمر بحال هكا ياك مع الضوء، المهم اللون ديالها الدم الغزال، يعني ما جاي ما بين الكرونه والحموريه، شي حاجه غزاله غزاله. المهم حاولت نختار لها هاد الالوان، خدمتها بالطرز التونسي البنات. هذا الطرز التونسي انا نقربو لكم البنات، نتمنى هذا راني خدمته بالموف بارد والموف غامق، ماشي كحال هذا، هذا موف غامق وهذا موف بارد، هذا سم باتو سم كارتي، شي حاجه غزاله. شوفوا البنات صايب لها القبه. شوفوا خدمتها بعين عقده وبالضفيره من السوق، جات زوينه البنات. خرجتها ايفاز البنات من التحت، ما درتش ليها الفتحه، الناس اللي كيطلب بلا فتحه هذه راه بلا فتحه دايره، شي حاجه زوينه. درنا لها الدريس البنات، شفتوا شوفوا الخدمه فينيسيو، كيف كنقول لكم شي حاجه نقيه، يعني اي جلابه كدوز عندي وهي شي حاجه كتكون فيها نقيه. هانتو الخدمه ديال القب فينيسيو ديالو، شوفوا هانتي البنات. بقاو معايا حتى لاخر ديال الفيديو، راه غنوريها لكم في المانكان ان شاء الله باذن الله. يا الله شوفوا هذه البنات، هذه البنات ماشي كشمير، هذا لولاه، لولاه في المليفة خطير، يعني لولاه ديمي سيزون ماشي لولاه صيفي، ديمي سيزون يعني اللي لبساتو واللي شافتو اكيد غيعجبها. ما نشكروش ولكن شي حاجه زوينه 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 اكيد زوينه. شوفوا البنات خدمته هنايا بهذا الزريرق، يعني زرق راي من الموف، غير الكاميرا ما كتبينش البنات. المهم شوفوا غنحاول نقرب باش تشوفوها. شفنا خدمته بالدقه الفرنسيه، هادشي راه راكم عارفين خدمه نقيه. الله يعطي الصحه للمعلمات، بصراحه المعلمات كاملين الله يعطيهم الصحه. هانتوما راه خدمتها هادي بجوج فتحات في الجناب، ثوبها زوينه البنات، يعني مجرباه انا، يعني شي حاجه غزاله وجربوا الكليان ديالي. شو راه فيه بحال من جوج، شفتو فيه واحد شويه الباج. خدمتها حتى هي بالضفيره وعين عقده حتى لتحت، كنخدم بالعقيدات بلديين بزاف. وعاوتاني اللي بغات تبدل شونجي العقاد نقدر ندير لها الموديل اللي بغات في العقاد. شوفوا البنات الفينيسيون، ها نتوما الدريس بلدي هذا، راه ما كيطيحش في الصابونه البنات، شي حاجه غزاله. كنخدم ديما بالضفيره والطريسنات، فينيسيون نقيه، يعني كيف كنخدم البيع كنخدم المحل ديالي. راه البياسه جيت لعندكم وتشوفوها، ها نتوما هاد اللوين جا بحال الشكل ديال جا بحال الشيبي بحال كيقولوا الخزامه، اللون الخزامه، ديك الورده ديالتها، ديك الشويبيه ماشي الموف، هذيك الشويبيه هكاك. شوفوا كيف جا ودخل فيه هاد الباجه، هرسوا بهذا اللون. المهم لوين زوينه البنات، كما كنقول لكم العبار كنسيت العبار ديالو. انا نشوف لكم العبار ديالو ما نسيتو البنات. صحباتي هادي في الصدر ديالها 29 والطول ديالكم 60
طول تاع الجلابه كامله كيتنقسمون فيها هذه في الطول ديالها متر، وغتكون 36 37. لي هونج ديالها 31 البنات، الكتاف ديالها 40. اللي عرفت بان يكون العبار ديالها هي هذوك، اللي ما كانش في العبار ديالها وعجباتها راه نسير لكم نصايب لها وحده بحالها. هذه هي معبر تاعش ليكم نعاود نعبرها، هذا راه معبر تاعش ليكم نعاود نعبرها دابا ونقول لكم العبار ديالها. هذه البنات طايه شويه صغيره، طايه فيها 28، هذه 28 ولي هونج ديالها يعني لي هونج ديالها 30، 28 الصدر. الحزام ديما كندخلو بجوج سنتيم يعني ستة، يعني تكون 26. لكم البنات 58 هذه في الطول، والطول ديالها ديما كنخليو الطول على حسب المقيس، راه كتنقص الطول ديالها راه متر و 38 حتى 37 تلبسها. هذه البنات كيطلبوها لينا بزاف، يعني كنخدموها يعني دابا راه حاطه عند المعلمه شي جوج ولا ثلاثه بحال هذا اللون، كيطلبوا هذا اللون بزاف اللي دوزناه في الفيديو الاول. هذه عاوتاني البنات هذه درتها طايه شويه كبيره، غنعاود نعبرها ونقول لكم دابا شحال. هذه في الرانضه ياك عاقله البنات، الرانضه ديال سبعة الوان. هادي البنات الصدر ديالها 29، تلبسو مولا 28، كعرف الكريب طايح 28 27، تقدر تلبسو حتى مولا 30 اللي كتلبس شويه جلابه ايفازي. الطول ديالكم ديالها 58، والطول ديالها متر 37، اللي هنايا الحوض ديالها 30، كنقول لكم متر 30 في الحوض، 30 في الحوض ديالها اللي بغاتها. راه كيف كنقول لكم البنات اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، تسكرينيها وتصيفطها ليا في الواتساب ديالي، راه كتلقى التليفون ديالي تصيفطها ليا في الواتساب، وان شاء الله نقول لها الثمن ديالها وما يكون غير الخير. البنات كيفاش كنتعامل مع الناس اللي خارجين من كازا، كنصيفطها لهم في الامانه، يعني كنصيفط البياسه ديالهم في الامانه، ولكن كنعطيهم الحساب ديالي، كيحطوا لي الفلوس في الحساب ديالي. ما كانش يمكن لا تحط في الحساب ديالي كتصيفطها لي في وفا كاش، كناخذها وكنعطيكم الجلابه كنصيفطها لكم. شوفوا البنات هاد القفطان تاور البيع، نتمنى البنات يعجبكم ذوقي ويعجبكم الالوان اللي كندخل في التويبات. الا كان شي تعليقات ولا كان شي حاجه مرحبا مرحبا بكم. شوفوا هذه البنات نقرب لكم الطرزه، شوفوا خدمت بهذا الموطارد فاتح وبهذا الموطارد اللي شويه غامق جات غزاله. هذا البنات راه باش فاتح، وهذا راه خدمته بواحد الشويبي خطير، شويبي مخضر. انتم درت هاد الفريخ خدمه المعلمه الله يعطيها الصحه. هاد الطرزه مخدومه باليد البنات، خدمتها هنايا بلاتي نشوف لكم هكا. هادي خدمتها بالضفيره، شفتوا انتم الضفيره هي اللي في الكري، ودخلت الموطارد في الكري. نتمنى يعجبكم هذا كري شويه غامق في المليفه البنات، هذا قفيطين. انتم الفينيسيو البنات، انا كيف كنقول لكم كيف خدمه المحل كيف البيع، شي حاجه غزاله. انا نعطيكم العبار ديالو دابا، سمحوا لي البنات ما كنتش عابره طولت عليكم في الفيديو. هذا العبار ديالو 28 الصدر البنات، لكم غيكون 56 58. انا نقدر لكم الطول ديالكم دابا، لا هذا الطول ديالكم 60 البنات، والطول ديال القفطان راه متر و 39 على حسب اللي بغاتو شي وحده نقدر نقصو ليها. مرحبا. شوفوا البنات هذا الموديل عاوتاني في الكريب، هذه جبليه البنات جبليه، انتم شوفوا خدمتها هنا بالصم جات زوينه. شوفوا قرب اللون كي شوفوا شوفوا البنات دابا، هذه راه خدمتها بالصم بالرباطي، خدمناها هنا بالضفيره الصم وعقيدات الصم في الكريب البنات. هذه جبليه جوج فتحات في الجناب، انا كنبعد باش يبان لكم اللون احسن ملي كنقرب. نقرب شفتوا البنات كيف هات اللون مع الضول ديال تاع ديال الكاميرا اللي حاطه فيها ديال التليفون ياك. هذه جبليه راك عارفه جبليه راه كتمشي مع اللي طاي بزاف ديال اللي طاي اللي كتمشي معاهم. هذه 33 32 في الصدر هذه الغوزيه. شوفوا البنات هذا الكحل، عشقت الكحل، انا كيعجبني الكحل بزاف البنات والله الا كيعجبني الكحل، حق كاع الالوان كيعجبوني. شوفوا
انا نحاول نقرب ليكم باش تشوفوا الرشمه كامله. البنات كنخدموها بالعقيق الزمرد البنات، يعني شي حاجه زوينه كاليتي زوينه. لا تصبنات وخسرات لك، راك تعرفي المحل ديالي عندي الموزونات هي كاليتي زوينه. ما تقشرش لكم البنات، خدمناها بالرباطي باليد وتنبات. هذا موزونه هنا عندك، هذا زمرد، هذه موزونه، هذا رباطي. كنحاول يبين لكم كل شيء، نقرب لكم. خدمتها بالضفيره عين عقده لتحت البنات، كيف العاده درس القب والكمام فينيسيون. هذه طايه كبيره، شفتوا البنات هذه طايه كبيره، هبطت عين عقده لتحت ودرت لها الايفازي. طايه كبيره البنات، هذه اللي كتلبس طايات كبار. بديت كنصايب طايات كبار البنات على حسب الطلبيات اللي كيطلبوا بزاف، كيبقاوش عندي اللي طاي ديالهم. هذه البنات 34 في الصدر، تقدر تلبسها مولات 33 34، واللي كتلبس شويه الايفازي تقدر تلبسها مولات 35، على حسب اللي طاي. المهم اللي طايه ديالها زوينه البنات، الخدمه زوينه، نعطي الصحه للمعلمات بصراحه. لخصت والكريب البنات راه شي حاجه كاليتي، لا خسرات لكم ولا شي حاجه، مرحبا بكم. انا راه ما عندي شي حاجه غزاله ما نقولش لكم عليها. البنات بقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو، غنوريكم هاد البياسات في المانكا. بغيت نشكركم مره اخرى، ما تنساوناش في الجيمات، وكنقول لكم ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله راه غادي يكون فيه موديلات غزال ان شاء الله باذن الله. غنحاول نبين لكم شي حاجه زوينه. يلا البنات ما تنساوناش، ما تنساوناش بالجيم بالجيم بالجيم، بارطاجيو 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 باش هاد الفيديو حتى هو يطلع اكثر من الاخر ان شاء الله. وكنشكركم كاملين، كنشكر البنات كاملين وكاع اللي دخلوا عندي جداد، كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي. وسمحوا لي البنات وقيلا طولت عليكم ياك. نتمنى ان شاء الله تكون هاد الفيديو غيعجبكم ان شاء الله. يلا بسلامه، الله يعاونكم.